اليوم في منزل بورقيبه وفي المارشي بالضبط، حبينا ناخذوا فكره على اسوام الحمل هنا بقداش؟ الهبره عندنا ب 32، لونتركوت ب 28، علوش ب 32 وانت ماشي، اكثر شويه 33 غالي شويه. القصه هاوكا فهمتني ب 25 مهبر، هذا هاو ب 22 فهمتني؟ هاوكا هاو؟ هاي الهبره من غاديك سيدة كويس. 33 دينار و 32 مش برشا على المواطن لهنا في منزل بورقيبه؟ حتى ب 32 مش تخلصين فيره. البقري هذا ب 32 و 33 ويوصل ل 35 ومش خالصين فيه. شيء غالي برشا، العلوش تو هذا من البلاصه يطيح ب 32. زيدي شيحه وزيتك زيدي تكلفه يقول لي ب 33 واكثر. فهمتني؟ هنا نحن عاملين شويه بركوس للزواله ما ياخذوش وشويه تروح منه ومنه، هنا عنده الشوا ياخذ من غادي ومن هنا. تو كيف القصه ذاك من البلاصته فهمتني، العجل هذاك ب 24500 من البلاصته. هاو كريتي قصه ذاك. فما اقبال، فما حركيه، قاعدين يشريوا الناس شويه الحمد لله لاباس، فما عباد تشري الحم، اما مش كيف قبل قلت شويه. تراجعت العباد، هي كانت تراجع العباد ما عادش تاخذ الحم ونحن ما عادش نسوق وتو يرخص. اما الحاجه تطلع العباد ما زالت تشري، ما زالت في اقبال في الشاري فهمتي. هاكا هاو المرقاز قداش من غادي؟ المرقاز ب 22000 22 وانت طالع اقل فيها ان ب 22 23 25 وانت طالع المرقاز الباهية. شنو فيه ان؟ اش معناها؟ معناها اقل، معناها فما هي هبره اقل معناها فهمتي. مثلا اكل هبره نتاع العجل الشرف شويه فهمتي، ناخذوه ب 18 ب 17 فهمتي، ونعملوه مرقاز ب 20 نبيعوه فهمتي. اما اقل من هكاك ما فماش، معناها سبحان يكون برشا شحم فيه فهمتي. جزار يستعرف اللي هو الشارف. لا المرقاز الحم عجل كبير شويه نعملوه مرقاز، هذا ما يخلصش باش نعملوه هذايا يلزم ب 35 كيلو. لا نقول لك الحق يعني. مرقاز مثلا اي ززار في منزل بورقيبه اللي يبيع المرقاز ب 20 ولا ب 25 راهو الحم عجل شرف شوي، ينرحوه ونعملوه مرقاز. بالنسبه لهذايا اللي يحب يخدم من هذا نقصوا له هبره ونخدم له قدام زاد. هاي الماكينة هايك نخدم له وندور له على 35 على 33 يشتري يتكلف خدمته ومصرانه هو واحد ونخدم له نورمال. عسلامة. لا لا عسلامة. خلنا نسألك أنا. تفضل مثال يجاوب. كي نلقاك واقف بحذا جزار معناها باش نسألك نقول لك من أين لك هذا تو؟ شنو من أين لي هذا؟ الحمد لله عرق جبين خدمة لأرواحنا. 40 دينار الحم. 40 دينار الحم هكا هذيك. برشا. برشا مش برشا 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 غادي من برشا. أما لا غالب. لازم تشري. أوبليغاتوار. مش ديما. ما نكذبش عليك مش ديما هاكا شويه هاكا شويه هاكا، مره دجاج مره لحم مره واحد ومره نعدوه ومره حوت ومره هرقمه وهي ماشيه. اما لازم 40 دينار يجيبوا لك برشا الحم. لا لا ما يجيبوا، يجيبوا كيلو لحم وتريف برشا. 40 دينار كانت قبل تجيب برشني. تجيب برشني بالحق، انا نتذكر ب 40 دينار ناخذ برشني معزه يقولوا بلغتنا نحن بالدارجه، ممكن برشا ما يعرفوش معناتها برشني فهمني. توا يجيبوا كيلو لحم وين ماشيين؟ داخلين في نفق مظلم. انا نتذكر في السولت نشري فيه كيلو لحم ب 12000. نحكي لك الثمانينات. بون يغطوا ولا محل ما نحكوش خاطر ما ندخلوش في السياسه، خاطر السياسه خويا هاي 40000 عمل لي روميز بين قوسين 900 فرنك راهو 40 و 900 علاش خاطر جار وما عرفش الناس كل ولا لي انا بركه ما عرفش. اعطيني شنو عندك وقداش الاسواب؟ مرحبا بكم، خير الله. بوري ب 7800، عندنا الهبره 14800 12800 7800، التريني تاع بنزار 9800 نزل لي ب 5000. صلى الله سيدنا محمد بوكاخشينا هيك كيلو نص ب 10000. بارك الله مرجان زاد تاع بنزار 10800. خيرات 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 حوت. نزل. كل شيء موجود يظهر لي. كله حوت فريشكا فريشكا حاجه نظيفه نظيفه جديده واش؟ اوفوا تاع بنزرت هذه ما سيد ليل هذه فهمتني؟ هذه باتها في البحر وصبحت في السوق. شنو اللي يميز التريليم تاع بنزرت على باقي الاسواق؟ حتى في الكوليريات في المطعم في كل شيء. مثلا هذه التريليم تاع بنزرت من سوما تعرف كل شيء فهمتني؟ واضح الحوت. اما اغلى هي ولا التريليه الاخرى؟ هذه اغلى بحكم يعني البنا اللي فيها مطعمها كل شيء، حوت بنزرت راه وحده يكذب عليك ديما. كيفاش نعرف اللي هي جديدة؟ تعمل كيما تشوفها من كولورها بركيز
تصلي على النبي. هاي عينها كيفاش دار الحب ان شاء الله. حاول اللي غادي هذا الشورو هذه بوقة. شوف البوقة خويا تصور خويا تصور هاني بصلي على النبي الحوت وتفرشك شورو تبارك الله. حوت حي حي بوري بحر هانا بوري بحر مصلي على بيت 9000 9 و8 يبيعوا فيه ب 9000 رخص وبيع. توا كل شيء موجود تقريبا. اما سؤال ما تروح فما اقبل ولا لا؟ لا خدمه ما فماش والله. هاك شوف خدمه ما فماش كل شيء موجود وفلوس ما فماش. خير الله خضره غله اللي تحب انت كله مصلي على النبي حوت ما الفين يعني نورمال ماما ال 11 ال 12 روح يا الحوت مزيان. اما الحوات يظهر لي يلزم يولي يبيع الزيت مع الحوت. يلزم اي مو زيت ما فماش حق والله. خد قبل الخيم انتو 800 كان الهرميش كان في 25 فرنك تو ولا 7 ب 6000 حتى 10000. العاصي هذا الحم هذا خذيناه 25000 بالميزان فهمتي. قبل كان الحم 7500 ب 12500 وصباح خير عاد 33. الكرشه من هوني بقداش؟ هذه ب 6000 فرنك. هم يبيعوا ب 7000 ب 8000 انا نبيع ب 6000 بركوس ب 20 دينار. هذا برسم اللي نبيع فيه بشري الراه بركوس معناه كبير. كبير شوي في العمر معناه شرف كبير شوي ايه. اما تري بي سمين ما يجيش سمين هذا خاطر حمس سمين في الشحم. ايه لازم كوكوت وحده هذا. انا ما نجيبش كوكوت ما نجيبش بكوكوت. 3-4 سوايع باش يطيب حتى كنا ما يعطيش حتى الدرجين 3 خاطر الحمس سمين تخافيش منه. هذا تري برش وبنين برش اللي باش تاخذ تقول لها راهو كبير. تقول تاع بركوس حم بركوس تفهم. تقول حم بركوس الوكيل تفهم اللي هو كبير شوية يعرف يعرف ب 20 يعرف. وعلى العلوش انا ب 33000 ما يقدرش ياخذ كيلو علوش ب 33000. ما ياخذ كيلو هنا ب 20000 و 16000 ياخذ بها مشي خضري تنوش بها الزوالي ايه يزبي يخدم مخه شوي. اش منك هذيك ب 5000 هم بها ب 20 بها 5000 فيها كبه بقر وعلوش مخلطه فيها كبده فيها قلبه فيها اللحم فيها كل شيء مخلط كل شيء مخلطه مشخشخه نقولوا نحن. قداش من هوني؟ هرقمه هذيك 7000 الكيلو. توا وقتها شتاء اي وقتها توا. علاش سومها يزيد في الشتاء؟ مو كيما كنت يزيد في اللبس. كي وكل حاجه هذا وقت في الصيف لو في الهرقمه والهرماش نلوحوه في الصيف ما يخرجلناش. في الشتاء في الشتاء يمشي يمشي. تاعنا كان غير ربي يخلصوا حالنا غير لما فلوسنا برك. انت عازم زمر ب 12 مليون. هاي برشا يشري كتريل ويشري كهرباء هاي برا تو وقت هذاي. كيفاش يوصل العاصي ب 12 مليون؟ شو برشا؟ يوصل عطى 10 ملايين العاصي تاع 500 كيلو ل 450 كيلو يوصل ب 10 ملايين 8 ملايين 9 ملايين يوصل. وتشري انت بالسوم هذايا؟ خما ناخذ مثلا بالسيف علي. رخيص اما المحل عايشين من المحل هذا يجي 5 ديار راهو. الوكل داري وبابا وعائلتي وهذاك يوكل في ولاده وبابا. يا مش مربع يل هذا بركوس ب 20 دينار يناسب مادام الوقت هذا. شو لك تاخذ منه؟ اي ساعات ناخذ منه اي مادام ما خلطناش ناخذ لي الموجود. حذينا العلوش ب 33 دينار مبروك اللي يحب ياخذ ياخذ اللي عنده ياخذ اللي ما عندوش مش لازم. كمواتنا شنو رايك في السوم؟ غالي غالي تاخذ من تاع 20 دينار اللي هو كبير شوي. مش بالضروره انا طرف خضره اللي احنا طرنا مش بالضروره باش ناخذ حاجه ما قدرناش عليها مش لازم. هو القناعه هي الكل فايده في الصحه ونحن نعودوا لاباس وما ثماش مشاكل. الكرش ما الكرش راهي ما تقرش قد ما تحطي لها والله ما ديما تبعبع. ماذا بيك تنشر تنجره مشخشخه هكا بالقدا؟ ماذا بينا والله غالي شو تعمل. حبينا ناخذ فكره على الاسوام شنو حوالها طلعت غاليه نار لله نار 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 اسمع بالنار حشيك وحشا قدرك نار فهمتني هيك تشوف معني هيك ديجا عمل دوره وشفت الاسوامات انت مش باش نزيد نحكي لك. بجزار يقول نار مال المواطن شنو يقول؟ اخي كل مواطن كجزار اخي الجزار ما مواطن زاد متكلف علينا كيف احنا كيف المواطن غاليه السلعه. قديش تاخذ فيها؟ غاليه برشا شنو باش نقول لك قديش تاخذ فيها؟ تو الحمد ب 35 و 34 يعني غاليه حاجه غاليه برشا.
قبيله نحكيو مع مواطن يقول لك ما نجمش ناخذ انا بالسوم هذاك 35 33 غالي عليا. سي نورمال غالي، كيفاش كيلو اللحم 35 انت؟ وهو اللحم انا متكلف، حتى على الفلاح متكلف توا، فهمتني؟ العلفه غاليه، اللحم غلي بتبيع، فهمتني؟ غالي اللحم اختي العزيزه، غالي برشا. قاعد يشري مواطن توا على اللحم، فهمت؟ حتى الخدمه ناقصه برشا، نقصت ياسر الخدمه على قبل. تجيني فكره على سويمه؟ لا سويمه شنو؟ هبره من الغادي؟ عندنا الهبره 32، عندنا فوفيليه 28000، عندنا العلوش 32، ها علوش حليب، ها عندنا كتلات كيسكيت 28، مرقاز 18000، حتى الماكينه وينها؟ اما راه يتكلف اختي اكثر، احنا مرخصين شويه في الاسواميت، راه الهبره تو تصل حتى ل 35 دينار الهبره.